أقترح هو أولا أن أشارككم بآخر التطورات الحاصلة على الأرض، وأن أشارككم بعض الرسائل التي شاركتها مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن ثم التعقيب على التقرير النهائي بشأن وكالة الغوث. بادئ ذي بدء الوضع على الأرض، وزملائي طبعا قدموا تقاريرهم وأوضحوا مدى المعاناة التي يتم مواجهتها في قطاع غزة، وما إذا كان سيكون هناك اجتياح لمدينة رفح أم لا، وإن سيكون هناك وقف لإطلاق النار لتفادي مثل هذه الأزمة. لكن حتى الآن لا يوجد شيء واضح. موضوع رفح موضوع قيد الطرح خلال هذا الأسبوع، ولا نعلم ما الذي قد يحدث في أي لحظة. ووصف زملائي أيضا الوضع الحالي في قطاع غزة وحالة الصدمة التي يعيشها المواطن الفلسطيني هناك. ولا طالما تحدثنا عن هذه الصدمة وأيضا الضغط النفسي الذي يتعرض له المواطنين بسبب استمرار الوضع الحالي، وأيضا كان لنا تعليق حول التطورات الأخيرة في شمال قطاع غزة، إذ أننا في سباق مع الزمن من أجل منع انتشار حالة الجوع في شمال قطاع غزة على وجه التحديد. هناك أخبار سارة، إذ زملائي أفادوني بأن هناك دخول كميات أكبر من الغذاء إلى الأسواق في شمال قطاع غزة، ولكن ليس كما هو مطلوب، إذ هناك حاجة لكميات أكثر، وعلينا أن ندرك المشكلة المالية التي يواجهها المواطن في تلك المنطقة ولا يمكنه شراء هذا الغذاء، فهناك حاجة للمزيد من الجهود وإدخال الغذاء بشكل أكبر. ولكن مرة أخرى المطلوب أكثر بكثير مما هو موجود حتى الآن كما رأينا. وذكرت في الصباح أثناء اجتماعي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسألة ملامة الآخرين، إذ أن هناك تبادل لوضع اللوم. إسرائيل تلوم الأمم المتحدة، وإسرائيل تقول بأنها تسمح بدخول كمية كافية من الغذاء، وبالمقابل هناك حقائق ووقائع يجب أن أعرضها عليكم من أجل أن أعكس الحقيقة، ونحن لا نتكلم عن الهوى عما هو موجود على الأرض. ولدينا متابعة لكل الشاحنات المعبأة بالمساعدات الإنسانية التي تدخل إلى هناك، إذ سمحوا بدخول بعضها وإلى بعض المناطق في قطاع غزة، إلا أن الوضع لا يزال معقد حتى هذه اللحظة، والوضع لا زال مقلق. فعندما نتحدث عن غزة نتحدث عن نظام التحميل والتنزيل، وهذا من شأنه أن يزيد تعقيد وصول المساعدات إلى المركز المراد، وأيضا مشكلة المعابر التي تتأرجح بين حين وآخر، والمشكلة العملياتية التي نواجهها طوال فترة الأسبوع، إذ أن هناك معبر يغلق ومعبر يفتح، لا يوجد هناك استقرار في عملية دخول وخروج الشاحنات المحملة بالمساعدات من إسرائيل إلى قطاع غزة. وتحدثت مع الدول الأعضاء أيضا حول التقرير الذي صدر قبل أسبوع بشأن وكالة الغوث، وكانت المرة الأولى التي يصدر فيها تقرير من هذا النوع.